احنا مؤسسة خاصة بطباعة التغليف الحديث، عندنا ما يقرب من حوالي 30 عام في صناعة مواد التعبئة التغليف الحديث بالجزائر، ومتخصصين في صناعة جميع العبوات الخاصة بالسوق الجزائرية. والهدف تاعنا ان احنا نغطي كامل منتجات الجزائرية بمواد التغليف الخاصة بها، بداية من شركات الأدوية، شركات الأغذية، شركات صناعة العبوات بكامل أنواعها. والحمد لله رانا وصلنا لمرحلة في السنوات الماضية ان احنا نغطي اكبر كم من المنتج الجزائري بالنسبة للتغليف، وعوضنا عمليات الاستيراد الخارجية بالنسبة لمواد التغليف. وإن شاء الله إن شاء الله نكون في المستوى لنقدر نساعد في النهوض بمجال الصناعة التغليفية في الجزائر، وإن شاء الله نكون في المستوى مع جميع العملاء، ونكون على قدر كافي لمساعدة الدولة الجزائرية في النهوض بالصناعة المحلية. وبالتوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين بالمعرض إن شاء الله.